مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. في أخبارنا السياسية، قوات الشرعية تحكم قبضتها على جبل الشعيبي في لحج جنوب اليمن. وزير الخارجية المصري سامح شكري يلتقي العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان الخليفة ويؤكد دعم مصر الكامل لأمن واستقرار البحرين. في أخبارنا المنوعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب المنطقة الواقعة حول الحدود بين إيران والعراق الأحد إلى 200 قتيل وأكثر من 1700 جريح في إيران. زلزال بقوة 6 درجات و5 أعشار الدرجة يضرب كوستاريكا، مما تسبب في وفاة رجل وامرأة بأزمة قلبية بسبب حالة من الهلع. أمريكا ستروج لاستخدام أوسع نطاقاً للوقود الإحفوري خلال محادثات المناخ. مئات يشاركون في مسيرة في هوليوود ضد الانتهاكات الجنسية.